السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا طالبة رقية ماجد في صف الرابع دال. اليوم راح أقرأ لكم آية الكرسي. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسي السماوات وما في الأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم.